نوصل للسقيم والسحب نشبة والزريات والزريات وينجح لها ويتصدى بس مش عين نشبة غازية بالغالي غازية بالغالي وينجح لا يتصدى بليل بن صالح الحكم شو يقول تصدي رايع من بيسي مجعي من نجم السير فينيش الحقيقة ريال بس نزل الثقيل يحاول جينا الكذري ويرجع الهجوم للنجم يوسف زين يخير خيار التريف حمدي الهمامي صاحبي نشبة ويتصدى باسم جعين اكثر تركيز يلزم واكثر الحقيقة نحاول نركزوا اكثر واكثر نجاعة معناتوش كرة سهلة من جيد شلواتي يتصدى دفاع النجم عصام مرزيد حمدي الهمامي غير صغير وينجح لا يتصدى باسم جعين يتصدى باسم مجعيم في الكرة هذه قاعد يقدم في شوط أول متميز لحد الآن يوسف زين ريان زريات باسم مجعيم يتصدى مرحبا زريات سلوسي محمد الحاج عنصر الخبرة دخوله في اللقاء غازي على المستوى الديري ايش يقول الحكم محمد بن حاج لعب التجربة ولا خبر رين صغير ويتصدى باسم مشعل الحقيقة هو الرجل المباراة والشوط الأول في تشكيل السنوسي محمد بن حاج وسام السنوسي زريات بن صالح على مستوى الجناح والكرة خارج الميدان حمدي الهمامي حمدي الهمامي زريات غازي بالغالي ويتصدى باسم مش عايم وجه لوجه امام غازي بالغالي يتصدى باسم صحيح خير وسام السوسي من الجيد زريات رامي سويد لاعب دير اثنين يدخل زريات السوسي بالحاج اي 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 تصدي من باسم كيف كيف اكيد في الكره هذه محمد بالحاج وسام السنوسي زريات زريات السنوسي يحاول تسديد ويتصدى باسم جاي مصطفى بن فضل من جديد ريان زريات ريان زريات كل دخول بقوة ضد ريان زريات عامر الميري تمشي على كرة والحارس ترجع الكرة وتتسجل كانت ناصر بحرية جيلانية الخضري خطا في التقاط الكرة عكس الهجمة عثمان وجه لوجه مع جعيم والامتياز لجعيم ممتاز جعيم والكرة لمكارم المهدية ممتاز باسم جعيم تاني تصدي لي في المباراة كان وجه لوجه محمد المليح ودخول في المنطقة سعد الله تصعيد الهجمة بسرعة تمشي الكرة للجناح يفتح على الزاوية والحارس الحارس بسام جعيم يتصدى تبقى النتيجة على حالها 4-4 هنا نحكيه على قيمة الحراسة وقوة باسم جعيم ماشي بالكرة تصعيد الهجمة من جنب نادي كرة اليد بجمال عثمان للجناح يفتح على الزاوية والكرة في وجه الحارس سالم عزيز يفتح الزاوية ويسدد الكرة مباشرة في وجه تمشي الكرة حسن فرج على مستوى الدائرة مقطوع عكس الهجمة تمشي الكرة مع لاعب رقم 11 وجه لوجه والحارس باسم جعيم ممتاز ممتاز باسم جعيم يخلي النتيجة 8-7 وجه لوجه كان الحارس تمشي الكرة والدفاع سليم الهدوي في المتابعة تمشي الكرة عثمان الحارس سليم الهدوي وينجح
ينجح سليم الهدوي في ديما نقول لهم يا ودي اللي مارك البوندو تو سجلاني خضري ماهوش ناصر بحري اني وقت الجوار يجيب زوج جوارات ويخلش ديكالاج لصاحبه راس راس عندي اني هو اللي سجل الهدف وهذيك جماليه اللعب وهذاك هو كره اليد دونك الملاعبي وقت يلعب جو بروفوندور وان كونتران ويجيب زوج جوارات ويخرج ديكالاج مستوى الدفاع صلابه اكثر من هكا كوتش يمشي على الكره تقاطعات خارجه على 9 امتار الجناح والحارس على حارس يتصدى باسم جعيم الكره تبقى نتيجه على حالها 12-9 تعود الكره سليم الهدوي ياتي من بعيد تقاطعات خارجه 9 امتار عثمان والحارس سهله كانت من الحارس باسم جعيم لكن الامتيازي وائل سعد الله يتصدى الاول كره محمد عثمان والحارس رفيق باشا ويسجل ريت الحوايج هذوما اللي زابيسي هذوما نورمالمون يعرف يلزم يقرا الدفاع المدافع يقرا حساب الاتاكون اللي مقابله يقراه هاي الحمد لله هذه تمشي على كره سليم الهدوي محمد عثمان وتسعة امتار دلدون محمد عثمان سليم الهدوي التصويب والحارس جسر بن حسين قاعدين يتسرعوا ملاعبين المكارم كوتش على مستوى الهجوم تمشي الهجمه نادي كرة اليد بجميع صالح حرقيق والحارس لكن ترجع امام سليم الهدوي ياسر جو انديفيديوال بالنسبه للملاعبين مكارم وليفو داتاك مش لاقيين نلعبوا اللاعب يحب ياخذ على عاتقه ويحب يسجل كرات وحده لكن تشوف امام امتياز الحارس وائل سعد الله اللي ظهر بوجه مغاير في الشوط الثاني والاجابه تاتي عن طريق باسم جعيم تمشي الكره محمد عثمان رفيق باشا صالح رقيق من مناطق الست امتار سليم الهدوي فوق الجميع والحارس الحارس يتصدى باسم جعيم تبقى النتيجه 17-17 بعد مرور مع هذه الوضعيه في يلعب منقوص من صصم اللاعبيه رميكي في حوار مع باسم جعيم ويتصدى ممتاز باسم جعيم يتصدى للكره باسم جعيم ويخلي زملائه في المباراة هذه هي قيمة الحراسة ربي في الوجود هذه هي قيمة الشوط الأول في تسجيل رمية 7 أمتار يمشي المرة هذه في حوار مع باسم مشعيم يلا يا باسم ويتصدى يتصدى باسم مشعيم أسبقية معنوية لحراسنا على ملعبية الإفريقي نشوفوا زوز تغييرات عابد محمد البقلوطي سالمي مر وتصدي تصدي ممتاز من باسم مشعيم اول كره في المباراه يتصدى لها تمشي لها هجمه جيلاني الخدري من خارج ال 9 امتار يلعب الكره بقية. في التنفيذ بلال العابد في حوار مع الحارس باسم مشعيم بلال والحارس ممتاز باسم مشعيم في التصدي تقريبا كوتش بدايه موفقه لحارس مكارم المهديه باسم مشعيم ولو انه اول لقاء ليه سته ابلاتي في اللي تير دو لوان زوج جمعيات يلعبوا على اللعب الدائره وعلى الاجنحه وهك تشوف شات بقلوت كان سبق حسن فرش في التصويبة الأخيرة وترجع على الأسبقية لجمعية الحمامات بعد مرور 10 دقائق لعب تمشي الكرة بوقديد على مستوى الدائرة تمشي الكرة والحارس ممتاز باسم مشعيم تصعيد الهجمة بسرعة حسان فرج وجه لوجه حسان فرج حسين ويضيع يضيع الكرة حسان فرج بحد خبرة خبرة يلعب دوره يربح الوقت خاصة على مستوى الهجوم تمشي الكرة عابد يسدد والحارس تمشي الكرة باربورا الشليدي الشلواتي مرمى في التسجيل كيف كيف الدفاع كان كنا لعبنا الشوط الاول 0-6 في الدرجين الاخرانيين لعبنا 5-1 مشات معانا حارس مرمى جعيم عاوننا برشا في المقابلات ممتازه واحنا مش لاقيين نستغلوا الحقيقه في
فرصة لمكارم المهدية للعودة في المباراة والملاية أحد الفرق خاصة والحارس. الحارس رقم 96 بلال العابد ومروان السالمي تعبل الكرة. شفيق بوقديدة يصبح كظهير. العابد شفيق بوقديدة على مستوى الدائرة والحارس يتصدى. تصعيد الكرة بسرعة على التصويب السالمي الترابلسي بوقديدة 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 والحارس. برافو باسم جعيم. هذه هي قيمة الحراسة. باسم جعيم اللي قاعد يقدم لحد الآن في مباراة بطولية. لحد الآن قام بعديد التصديات. خطأ تعود الآن الهجمة لجمعية الحمامات. الآن يكتمل العدد في صفوف الضيوف. شفيق بوقديدة تمشي الكرة العبدلي والحارس. باسم جعيم لحد الآن قاعد يقدم في مباراة بطولية. تصدي آخر وقت استقبل. مستقع يطلب وثيفة محمود ترابلسي بوقديدة بوقديدة ترابلسي يا ترابلسي وديفا ويتصدى الحارس. باسم جعيم المرمى شيخ ويسجل ويسجل باسم جعيم المرمى.
المبنين. ومرة أخرى الحكم يعلن على رمية تسعة أمتار. لازم التصويب وتصدي ممتاز ممتاز بس مجعيم تصعيد الكرة بسرعة. مرة أخرى المكارم يعاني من الاستبعادات. تمشي الكرة رأفة الجازي في التركي وتصدي ممتاز الحارس ودخول في المنطقة. تعود الكرة المكارم تصعيد الكرة حسان نجيم. حسان فرج يطلب من زملائه عدم تكون هيك كاني را اسهل من لي باس بيفو ولا نطلع على الدومينيت ولا جعلوا باش وقف لاكسيون. سيف البوزيدي في تنفيذ رمية سبع امتار في حوار مع باسم جعيم وينجح ينجح باسم جعيم وحط على الجماليه لاعب سبورتينغ الغضاب. حسن الغضاب باسم جعيم والبرة برا كورة تضيع كورة حسن الغضاب. بحر يخرج من مناطقه حازم باشا العبدلي والتصدي التصدي من باسم جعيم. عملية كونغ فو كانت فاشلة من الترجي الرياضي التونسي يفشل في تسجيلها غسان معناها ما عندوش ماهوش كومبيتيتيف على نسميوه دونك نحاولوا نقصوا عليه الضغط نقصوا عليه الضغط. يرجع الامتلاك للترجي حازم باشا يتصدى المرة هذه باسم جعيم. التصدي من باسم جعيم تصويبه كانت من خارج ال 9 امتار. يلا تصعيد الكره من جانب المكارم اسامه مسعود شويه اكستيريور باش تشوف البريمير ميتون دقيقه الاخرى بربوره طلع ينجم حتى حسن جيم يطلع دونك ما يلزموش ديما يمشي النص. عوده الكره والتصدي التصدي ممتاز من باسم جعيم. مصطفى فضل وجه لوجه وينجح ينجح مصطفى فضل في اعطاء على البربوره على جيم وعلى مصطفى بن فضل لازمنا نسجل اهداف. عبد الحق بن صالح العبدلي والحارس ممتاز باسم جعيم ممتاز باسم جعيم في الوقت المناسب يتصدى للكره تبقى النتيجه على حالها 21 20 الترجي ما